إسطنبول مدينة تتعدد فيها التلال التي تكسوها المساحات الخضراء الساحرة، ومن أعلى هذه التلال تلة العرائس أو ما يقال باللغة التركية تشاملجا تيبسي، وهي أعلى قمة في إسطنبول، إذ تشاهد المدينة بقسميها الأوروبي والآسيوي وأنت في مكان واحد يلامسك فيه النسيم العليل وتحيط بك أشجار الصنوبر الشاهقة. وتعتبر هذه التلة من أهم وأولى الأماكن السياحية في تركيا، تقع في القسم الآسيوي من مدينة إسطنبول بمنطقة أوسكودار. وتنقسم هذه التلة الجميلة إلى تلتين مختلفتين في الارتفاع، تلة تسمى تلة تشاملجا الكبرى، ويبلغ ارتفاعها 267 مترا فوق سطح البحر، والتي توفر للناظر إطلالة خلابة من معالم مدينة إسطنبول بشطريها الأوروبي والآسيوي ومشاهد الممرات المائية الرئيسية في إسطنبول. أما تلة تشاملجا الصغرى فيبلغ ارتفاعها 229 مترا فوق سطح البحر، تشمل على حدائق وغابات رائعة ومسارات للمشي أيضا تعطيها رونقا مميزا بجلساتها الرومانسية، تستقطب آلافا من السياح والزائرين على مدار العام وتحديدا العشاق والعرسان ليقوموا بالتقاط أجمل الصور التذكارية في مكان يشبه الجنة. ومن هنا اكتسب هذا المكان اسمه تلة العرائس لالتقاط أجمل الصور التذكارية. يمكنك من هذه التلة الاستمتاع بإطلالة بانورامية رائعة على مدينة إسطنبول وأشهر مناطقها السياحية والتاريخية، مثل أورتاكوي، السلطان أحمد، السليمانية، جزر الأميرات، القرن الذهبي ومضيق البوسفور، إلى جانب جبل أولوداغ المكسو بالثلج وغير ذلك من المعالم المميزة.